فمرة من المرات اتقابلت مع واحد من شهود يهوى، وبعدين بيحاول يقول لي يعني ان يهوى ده ما فيش زيه و و فعايز يجيب لي آية كأنه يفحمني بيها. بيقول لي آية في أشعياء 66، بيقول لي السماوات كرسيه والأرض موطئ لقدميه. قلت له طب مين اللي كانت السماء كرسيه ومين اللي الأرض ومين اللي وطأ الأرض بقدميه؟ واخد بالك؟ وساعتها أنا لأن أتزا مومنت وهو بيقول الكلمة دي كان الروح القدس بيديني هذا التصور، فهتفت من أعماقي هللويا، لأن الرب يسوع المسيح اللي هو له كل السجود وله كل الخشوع وله كل التعبد هو الله الظاهر في الجسد، وكان لازم هم يكون عندهم الاكتشاف ده، هو لأن الحياة اللي عاشها الرب يسوع على الأرض حياة ما حصلتش في تاريخ الكرة الأرضية. ليه؟ لما يشوفوا قدامهم شخص السماء مفتوحة عليه باستمرار، السماء مفتوحة عليه، في ميلاده جمهور من الجند السماوي ظهروا مسبحين المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، وفي معموديته الكتاب يقول انشقت السماء له، انفتحت السماء، انشقت لهذا الشخص الفريد، وصوت من عنان السماء يصل إلى الأرض بشكل مباشر، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.